إذن يعني زي ما قلت في المقدمة، هذه أزمة اقتصادية جديدة تواجهها الدولة. واجهت أزمة كورونا وقدرنا ان احنا نعدي منها. كان لديها توقعات بمعدلات نمو تصل الى 6 و6.5% في السنة المالية القادمة. هل هذه المعدلات ستبقى كما هي ام انها ستتراجع؟ طبعا دي كلها يعني ما زلنا ننتظر من التخطيط ومن المالية ان هم يقولون توقعاتهم مع استمرار الأزمة. ولابد ان هناك في 3 سيناريوهات زي ما اتكلمنا. سيناريو إذا كانت الأزمة قصيرة، وإحنا خلاص عدينا السيناريو ده، أزمة متوسطة، وإذا طالت الأزمة كيف ستؤثر على الاقتصاد المصري. إحنا هنا بنتكلم على دخل الدولة من السياحة اللي طبعا بيواجه مشكلات، لأن جزء كبير أو نسبة كبيرة من السياحة كانت قادمة من روسيا وأوكرانيا. بنتكلم على زيادة أسعار القمح. إحنا وزير المالية اتكلم على تكلفة من 12 ل 15 مليار جنيه زيادة في الموازنة. بنتكلم على يعني عدد من بنتكلم على عبء النفط الجديد اللي هو يعني أسعار النفط في الموازنة كانت 60 دولار للبرميل. احنا دلوقتي بنتكلم على فوق 100 دولار بالبرميل. ده هيزود عجز الموازنة. ومع ذلك الدولة بتحاول انها أول حاجة وهمها الأساسي هو المواطن، وضخ بتحاول انها تضخ السلع منخفضة الأسعار في كل منافذ أهلا رمضان ومنافذ الدولة المختلفة اللي هي 8000 منفذ حول الجمهورية. هنتكلم عن كل هذه التفاصيل، عن السياسات العاجلة المطلوبة والسياسات الآجلة، لكن نبدأ بالعاجل وهو وهو سعر الفايدة المتوقع. احنا ما نعرفش في توقعات كبيرة عن الرفع، ولكن في انتظار قرار المركزي يوم الخميس المقبل. هل يوم الخميس سيقوم المركزي برفع الفايدة ولا هيقوم بتثبيتها؟ أكيد مش هيقوم بخفضها، لكن هو السؤال هل هنرفع الفايدة ولا هنثبتها؟ الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، توقعاتك إيه يا دكتور؟ مساء الخير أستاذ لميس، في البداية تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين. في البداية أتوقع أنه هتقدم لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي هذه المرة على الرفع. أخذنا في الاعتبار عدد من المحاور. المحور الأول هو الاتجاه العالمي في معظم البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة زي ما احنا شفنا الفدرالي الأمريكي، ودي الخطوة الأولى خلال هذا العام، والتقديرات أنه 4-5 خطوات أخرى سوف تتلو ما تم رفعه من سعر الفائدة في الفدرالي الأمريكي. الدول الأوروبية أيضا البنوك المركزية الحقيقة خطت خطوة مهمة، الخليج، وبالتالي البنك المركزي المصري ولجنة السياسة النقدية تصور أنها هتكون الأقرب لاتخاذ خطوة الرفع هذه المرة. بنسبة قد إيه يا دكتور توقعاتك بالرفع؟ ما بين 0.5% ده تقديري أنا الشخصي، أخذا في الاعتبار أنه ما فيش حد بيبقى عارف ما سوف يتخذ من قرار، أخذا في الاعتبار أيضا أنه حتى لجنة السياسة النقدية بيكون مطروح أمامها عدد من السيناريوهات، يعني قبيل الجلسة ما حدش بيكذب أو بيعرف التحديد هيبقى كام، لكن هو بيبقى فيه عدد من السيناريوهات وبيطرح عدد من التصورات. لكن خلينا نقول انه كمان المحور الثاني اللي هي هتعتمد عليه لجنه السياسه الناديه هو معدل التضخم، اللي الحقيقه الشهر الماضي احنا بنتكلم على 8.8%. صحيح ما زلنا جوه المعدل المستهدف من البنك المركزي اللي هو 7% و2% هامش امان، يعني ما زلنا دون التسعه، لكن اتصور انه ارقام التضخم للشهر الحالي يمكن ان تتجاوز 9%، وبالتالي هيكون لاول مره. ده التضخم الاساسي، احنا بنتكلم على التضخم العام اللي هو من تعبئه والاحصاء بيتكلم على 10% تضخم. لا، ما خلينا نقول انه لجنه السياسه الناديه بتحتكم للكور انفليشن، بتحتكم للمعدل التضخم اللي هي بترسم او بتبني عليه السياسه الناديه، وبالتالي هنقول انه التضخم بالنسبه لها اتصور انه الشهر ده هيتجاوز المعدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزي، وبالتالي احنا في جميع الاحوال نتجه لرفع سعر الفايده. ويمكن كان احتمال وارد الاجتماع الماضي، لكن يمكن ارجع البنك المركزي هذه الخطوه في ظل انه التكهنات ما كانتش قادره تحسم الى اي مدى الوضع الاقتصادي على المستوى الدولي، دخولا بقى للاسف الشديد في الحرب المشتعله والحقيقه
طب دكتور، يعني 0.5% او 1% قد تعني مزيد من العوائد للافراد، يعني برضو 0.5% و1% مش رقم كبير، ولكن برضو تعني اولا بتحجم التضخم، او يعني الى حد ما بتمتص التضخم في السوق، ولكن بتعني مزيد من الدخل للافراد، لكن على الجانب الاخر هي بتعني مزيد من العبء على الموازنه، لانه هيضطر ان هو يزود العائد على ادوات الدين، وحصل خروج كبير للأجانب في الفترة الأخيرة طبعا نتيجة خروج الأجانب من كتير من الدول الناشئة ومنها مصر الحقيقة نتيجة كل هذه التقلبات، فهو هيضطر أنه يرفع الفايدة على الأدوات الدين، وده هيمثل بالنسبة له وبالنسبة للحكومة عبء على الموازنة العامة كمان. كلام حضرتك سليم تماما، لكن خلينا نوضح عدد من الأمور. الأمر الأول أنه رفع السعر للفائدة صحيح هو هيأثر على نسبة العجز في الموازنة العامة، هيأثر على نسبة الدين، لكن كمان هيأثر على مجتمع الأعمال، وده الأكثر أهمية، لأنه الحقيقة رفع سعر الفائدة بيعد قيد على الاستثمار، وإحنا الحقيقة في الوقت الحالي في أشد الحاجة لمزيد من الاستثمارات خاصة من القطاع الخاص علشان ننشط الوضع الاقتصادي. لكن خلينا نقول إنه لجنة السياسة النقدية من بين الأمور اللي بتقيمها مش بس سعر الفائدة، لكن اتجاهات أسعار الصرف، ومؤكد انه قد يكون هناك في بعض الضغوط على النقد الاجنبي خلال الفتره القادمه، مش بس علشان السياحه اللي احنا الحقيقه تقريبا بقالنا عامين منذ بدايه جائحه كورونا الحقيقه في هزه في ايرادات السياحه، لكن الامر الاكثر صعوبه اتصور انه هيكون في ارقام الصادرات، اخذا في الاعتبار انه العام الماضي كان الاعلى في تاريخ مصر فيما يتعلق بالصادرات، سواء كان السلعيه او حتى الصادرات في قطاع البترول والغاز، لكن اتصور انه قد يكون هناك هزه في ارقام الصادرات، وبالتالي هيكون في مزيد من الضغط على موارد النقد الاجنبي، وبالتالي هنكون مدفوعين في الاغلب لرفع سعر الفائده علشان كمان نحافظ على سعر الصرف، لانه مهم جدا انه سعر الصرف لا ينفلت ويكون في مزيد هنا من بقى ده سؤال عن سعر الصرف، يعني اذا رفعنا الفائده، ما انت عندك سعر الصرف وكل البنوك الاستثمار الاجنبيه بتتكلم عن يعني خفض قادم لسعر صرف الدولار امام الجنيه، يعني اذا كان دلوقتي احنا 15.70 تقريبا في الرسمي، فاحنا يعني في توقعات بانه يوصل 16 وحاجه، فيعني هل نتوقع تبقى زي ما المؤسسات الاجنبيه وبنوك الاستثمار بتتكلم عن خفض متوقع يعني لسعر صرف الجنيه امام الدولار؟ لا، خلينا نوضح حته تموخ. الامر الاول انه سعر الصرف منذ 3 نوفمبر 2016 وفقا لما اعلنه البنك المركزي من سياسه جديده لاداره سعر الصرف، هو يعتمد على قوه العرض والطلب، وبالتالي مفيش تدخل من قبل البنك المركزي في تحديد سعر الصرف، لكن كل التقديرات اللي احنا بنشوفها على المستوى سواء كان المحلي او الدولي فيما يتعلق بسعر الصرف الجنيه امام الدولار، اتصور انها لن تكون دقيقه، واتصور ان المستقبل سوف يثبت هذا، انه سعر الصرف اتصور انه لن يحدث لها انفلات كبير، خاصة ان احنا مارجينا بأزمة، احنا بنتكلمش على انفلات، بنتكلم على تخفيض، ما انا التخفيض ده ممكن يكون نص جنيه، ممكن يكون جنيه، ده مش انفلات. لا اتصور حيث. يمكن من الامور اللي هتخلي لجنة السياسة النقدية تدفع سعر الفائدة انها تحافظ على سعر، علشان كمان تمنع الدولارة، الدولاريزيشن، تمنع ان كل ان الفلوس اللي موجودة تذهب للدولارة. بالتاكيد، وكمان علشان نحد من انفلات الاسعار اللي احنا شفناها الحقيقه خلال الاسابيع الماضيه، يمكن احنا شفنا الحقيقه جهود حكوميه كبيره وضغط كبير من السيد الرئيس على الحكومه علشان ضبط الاسعار وتغيف العيش وما الى ذلك. ما يتعلق بالامور الاخرى مهم جدا ان احنا نوضح انه الحكومه يجب ان يكون لديها درجه عاليه من المرونه، وده احنا الحقيقه شفناه منذ بدايه جائحه كورونا، درجه عاليه من المرونه انها تقبل مزيد من الانحراف في مؤشراتنا الاقتصاديه، بمعنى اذا كان مستهدفنا فيما يتعلق بعجز الموازنه هو اتجاه لمزيد من التخفيض، ما فيش مشكله ان احنا نقبل مزيد من الانحراف تدريجي، بمعنى انه ما نوصلش لمستهدفاتنا فيما يتعلق بعجز الموازنه او بنسبه الدين للناتج المحلي او حتى فيما يتعلق بمعدل التضخم او معدل النمو الاقتصادي، لانه العالم كله هيحدث فيه انفلات او انحراف عن مستهدفاته، وبالتالي مهم جدا ان الحكومه تقبل هذا الامر. الامر الثاني الحقيقه محتاجين الحقيقه من جانب الحكومه عده امور، سواء كان داخليا او خارجيا. داخليا محتاجين الحقيقه مزيد من التقارب مع مجتمع الاعمال وباسرع وقت ممكن، محتاجين الحقيقه ارقام استثمارات كبيره للغايه،
ومساله الاعتماد على الاستثمارات العامه احنا يمكن شفناها منذ بدايه جائحه كورونا، والحقيقه الحكومه اتجهت لزياده الاستثمارات العامه، لكن اتصور انه مش هيكون مقبول في الفتره القادمه مزيد من الزياده في الاستثمارات العامه، لكن هيبقى مطلوب بشده زياده في ارقام الاستثمارات من القطاع الخاص، وده الحقيقه محتاج مزيد من التشاور والتنسيق فيما بين مجتمع العمل والحكومه. والحقيقه انا بناشد الحكومه انها تعقد اجتماعات مكثفه كثيره خلال الفترات القادمه مع مجتمع العمل. الامر الثاني محتاجينه من جانب الحكومه على المستوى الخارجي مزيد من التقارب مع الدول الناميه، لانه الحقيقه يمكن التناحر فيما بين الاقتصادات الكبرى والحقيقه درجه عدم الحكمه فيما هو حادث الان في اداره ازمه مشتعله، والحقيقه الدول الكبرى ما زالت الحقيقه بتزيد من اشتعال هذه الازمه، محتاجين انه الدول الناميه تتقارب فيما بينها علشان نخفف جميعا الاثار السلبيه الاقتصاديه علينا في ازمه ليس لنا فيها ناقه ولا جمل بكافه الدول الناميه، وبالتالي احنا الحقيقه محتاجين مزيد من التعاون فيما بين الحكومه المصريه وحكومات معظم الدول الناميه علشان نخفف من الاثار السلبيه الاقتصاديه من جراء هذه الازمه. شكرا دكتور هشام ابراهيم استاذ التمويل والاستثمار بجامعه القاهره.